بكم في حلقة جديدة بعنوان حماية الساحل. كيتمتع الساحل المغربي اللي كيمتد على مسافة 3500 كيلومتر في واجهتيه الأطلسية والمتوسطية على رصيد هام من ثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية والإيكولوجية، إلا أنه كيتميز بالهشاشة. كيفاش ممكن نحميو سواحلنا؟ باش نحافظوا على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي، خص أولاً الوقاية من تلوث وتدهور الساحل وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة والمتدهورة وعدم المساس بالحالة الطبيعية للشط ديال البحر، ومنع صب المياه المستعملة أو النفايات الصلبة والسائلة اللي كتؤدي لتلوث الساحل. ولمنع المزيد من الضرر اللي كيلحق بالساحل، كتخضع المشاريع الاستثمارية لدراسات التأثير على البيئة، وذلك لتقييم مسبق للأثار السلبية وتوفير ما يلزم من تدابير للقضاء عليها أو التخفيف منها. ولمكافحة التلوث اللي كينتج على حوادث ناقلة النفط، وضع المغرب المخطط الوطني الاستعجالي للتنظيم السريع والفعال لعملية المكافحة. شنو هي التدابير اللي اتخذتها الحكومة والمؤسسات المختصة لحماية السواحل المغربية؟ كان الساحل المغربي إلى وقت قريب مؤطر بنصوص قانونية متناثرة وقديمة، فجت المصادقة سنة 2015 على القانون المتعلق بالساحل اللي كينص على ضرورة اعتماد التخطيط من خلال المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية بهدف الحماية والمحافظة على الساحل. وكيضمن أيضا هذا القانون حق عموم المواطنين في الولوج المجاني إلى شط البحر والمرور على امتداده. ما نسوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعا.